السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم جيت نهضر لكم على القويلبات ودردك. بزاف ديال الناس ولاو في هاد البيريود هادو كيتلاحوا ليه بزاف غير عناد، فهمتي؟ بحال كتشوف صاحبتها انها غلاضت كتبغي حتى تغلاض بحالها، ولا كيبقاو يتعاندوا المناهج ديال دابا. بالنسبه لاخطر اخطر اخطر حوايج هما القويلبات ودردك. بالنسبه لهاد جوج حوايج هادو راه كيقدروا يوصلوك لهشاشه العظام ويوصلوك بزاف ديال الحوايج. اليوم غنعرفوا الخواطر ديال هاد جوج حوايج هادو، وكنتمنى انكم تبعدوا من هاد الشيء هذا، واللي كتعرف شي وحده تبارطاجي معاه الفيديو. بالنسبه للدردك ولا القويلبات، هو دواء ديال الحساسيه والامراض المزمنه، وكتعطى البهائم باش تزيد في الوزن. كدير انحباس الماء في الجسم، داكشي علاش كيعطيكم داك الغلط. كيدير انحباس الماء في الجسم، كيعطيكم الحناك غلاط، وداكشي كيكون محبوس في الماء. الماء كيبقى منحبس في الجسم. كيدير اعاده توزيع الدهون في الجسم، كيزيد الشحمه في البلايص اللي ما باغاش، بحال مثلا الكرش، وكيخلي البلايص اللي باغا. بالنسبه كيدير الشراطي في الكرش، دوك الشراطي اللي كيكونوا في الفخاد، كيكون واحد الشراط بحال مثلا ملي كتغلاضي وكتضعفي كيبقاو داك الشراط، هو كيديرها بلا ما توقع هاد الحاجه دي. كيدير الاسهال، البلاصه اللي مشيتي ليها ما كتجلسيش، فهمتي؟ دونك كيجيك اسهال بزاف. كيجيك القلق، كيجيك التوتر، كتولي تنعسي بالنهار وما تنعسيش بالليل، كتوليها فايقه. بالنسبه كيدير ضغط الدم، كيدير السكر، كيدير الهشاشه في العظام. بالنسبه لهادشي كامل اللي كان كيوقع لك وما عرفتيش من الناس، راه هذا هو المشكل. المشكل هو انك كتستعملي قويلبات ولا كديري دردك. بالنسبه لهاد الشيء هذا اللي ولاو الاغلبيه ديال البنات كيديروا، اللي هو بغات كتبغي غير ترضي ان ماشي كترضي راسها، ان غير باش تبان ان باش هكا مربيه فورمه هكا دايره، هذه راه غتخرجي على راسك بزاف. ودي نصيحه، لان من بعد غتندمي على هادشي اللي كديري. كنتمنى تكونوا استفدتوا من معايا هذا الفيديو ده، وكنتمنى ان اللي كدير هادشي هذا تحيدو، لانه غادي يدير لها شي اعراض اللي ما غاديش ممكن صافي غيكون فيها الفوت. واللي كتعرف شي دريه كديروا تبارطاجي مع الفيديو، ما تنساوش ابوني، وما تنساوش جيم، ونطلقوا في فيديو اخر.